الشوق عقب الفرقة ولا المراتب انا رقا. يا مرحبا والله ومسهلا، حياكم الله اعزائي المشاهدين في فقره ماي بزنس بضيف جديد. معنا اليوم حسين الراقع الرئيس التنفيذي لمطعم مضغوط بيتنا، حياك الله. الله يعافيك ويسلمك ويبقيك، والفرصه الطيبه مقابل هذه الوجيه الزينه. استاهلون، سعيدين فيكم والله. الله يسعد هذه الوجيه. فقره ريحيه ترى يا الربع، سولف وضحك، ترى في عشاء بعد شوي. الله اي إيه؟ لا دام هذا الكلام فانا سمعت قبل شوي ان المري صوته زين. اي الزهيد لك نفتح بالصوت بعدين نعطيكم معلومه مضغوط بيتنا. طالبين منك اغني غنيتها هنا ها؟ قالوا لي المري الزعيزعي تقصد؟ سعيد اليامي ولا لا لا محمد زعيزعي. ونعم ونعم محمد زعيزعي. النقاط اللي جتنا يمكن برا اللوكيشن يمكن هاي المغلوطه. ما عليك كلنا انت ونعم والله. هذا ابن عم ذا. و70 نعم. مرحبا بك عليك سعود. بشكل عام. اي الله الله. ونعم ونعم. عليك سعود الله يطول عمرك. اول شيء نرحب فيك اخوي حسين. الله يعافيك. يا مرحبا والله ومسهلا. نبارك لكم النجاح الباهر. ما شاء الله تبارك الله، كل اسبوعين فيه فرع جديد قاعد يفتح. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. عطنا قصه البدايه. المضغوط بيتنا. اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصه بدايه مضغوط بيتنا هو منتج كان وطلع وظهر من بيت أسرة يزيد الراجحي، أخوات يزيد الراجحي. كان توجه أنها منتج موجود عندهم في البيت، طبق المضغوط. جت الفكرة في يوم الأيام أنه يظهر كمنتج يباع في السوق. حلو. طبعا تكون الفريق من خلال إدارة شركة مالكة البراند. بدينا في غضون 3 شهور نحن نرتب ملف المنتج وكيف نحن نعمل ريسبي كامل وأدل التشغيل وأموره كامل ينطلق إلى مطعم. الخطة كان مطعم واحد مدة سنة، الأول سنة. فضل من الله سبحانه وتعالى في أول 6 شهور واصلين 9 فروع، معدل كل أسبوعين 3 أسابيع نفتح فرع جديد. ما شاء الله. انطلاقتنا كانت بالفرع الاول في حي الحمراء في الرياض، واليوم احنا بغضون وصولنا 16-17 فرع اجمالي. توجهنا باذن الله عالي في السوق، متى ما تطلب السوق وجودنا احنا بنكون موجودين باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، عاد النجاح مثبتين على ارض الواقع. اللهم لك الحمد. اخوي حسين، هل في هدف او سمعت في هدف 100 فرع؟ والله شوف، ما دام السوق واعد و بيطلب اسمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير متشبع في وجودك، لا ان شاء الله نوصل 1000. ان شاء الله تلقونا في كل زاويه باذن الله. باذن الله بيتنا. باذن الواحد الاحد. اخوي حسين، شلون تتم عمليه افتتاح الفرع كبدايه يعني؟ والله شوف يا طويل العمر السلامه، احنا في بدايه اختيار المواقع، طبعا عندنا اكثر من دراسه على المواقع، لكن في حالتنا اخترنا مثلا الموقع رقم 2. حلو. نرسله لمالكة البراند بحكم انها تعطي رايها فيه. في بعض الاحيان تستشير مثلا الاستاذ يزيد الراجحي، الاستاذ عبد الله الراجحي، بعض الاحيان الاستاذ عبد الله الراجحي يطلع الموقع ياكد عليه. مع ان في بعض الاحيان ترى المواقع تلقاها فتحه صغيره صح تيكاويه، لكن ضروري عندنا احنا عده نقاط احنا نشتغل عليها الموقع. في حال التعميد خلاص يبدا بعدها مراحل التشغيل، يستلم إدارة الإنشاءات، إدارة التشغيل، إدارة التدريب. فعمل جماعي بحمد الله، يعني أطول مدة فرع عندنا أخذ يمكن 2-3 أسابيع هو لايف. والحمد لله عندنا تجربة، نحن في 7 أيام فتحنا فرع، من اختيار الموقع إلى التجهيز إلى التدريب إلى الافتتاح وخدمة العميل. فالحمد لله قبل يومين احتفلنا بافتتاح الفرع 9، وان شاء الله الاسبوع القادم عندنا الفرع 10 باذن الله. طبعا توسعاتنا كلها في الرياض باذن الله. ابد يشرفنا والله. على طاري الافتتاح اخوي حسين، في مقطع حابين نعرضه ابد من البراند، فالمقطع جاهز يا اخوان، يلا خلينا نشوف المقطع. اعرضوا لي الشاشه هنا. هذه واحدة من خواتي، وش سوت؟ عندنا حنا في البيت يضبطون المضغوط،
قالت بسوي محل مضغوطي. طبعا يلا يلا وافقت اني اعلن. تقول ما ابغى اعلان اصلا، انا ما احتاج اعلان. قلت لها حتى المنتج الزين يحتاج اعلان، كل الشركات الكبيرة تعلن، واذا اعلانك ومنتجك زين يستمر المنتج. المهم وش مسوي الفكرة؟ مسوي محل مضغوط. قلت لها وش اللي يميزك؟ محل بيفتح، لقيته بيفتح جاهز بيفتح، راحت شارته وغيرت الاسم. وش سمته؟ سمته مضغوط بيتنا. جيت لقيته مسجل العلامة، مسوية كل شيء، قالت بفتح المحل هذا. قلت طيب وش اللي يميزك عن محلات المضغوط الثانية؟ قالت هذا طعم، كل شيء له طعم في السوق، من مميزاتها وشو؟ قلت لها وش اللي يميزك في المحل هذا؟ قالت اللي يميزني أنا، هو برأيها هي طبعا تقول أني أنا طعمي مميز برأيها. طبعا حنا ما شاء الله المضبوط عندنا في البيت، جربونا إن شاء الله لا فتح المحل وما فتح. تقول أنا دجاج طازج يذبح يوميا، هذه ميزة طبعا، أكيد في محلات فيها نفس الميزة. قلت لها نفس الكلام، قالت هذه من مميزاتي، سعر منطقي طبعا، هدفها أن تبيع، هي مسعرة جاهزة تقول بسعر كويس 22 ريال تقريبا، نص نفر ب 22 ريال قريب للسوق. الشيء الثالث عندها صلصة، مدري سلطة تسوى في البيت عندنا، بتحطها هناك اسمها سلطة بيتنا، ومسمية مريحة مضغوط بيتنا سلطة بيتنا. قلت لها طيب اللحم؟ قالت ما أبغى أجيب لحم. قلت لها ليش؟ قالت في البداية ما أبغى أجيب في اللحم. قالت لما رحت أسوي البحث عن اللحم لقيت فيه كثير تلاعب وصعب ويتغير الطعم، وتشتري مورد ما تجيك نفس الطعم، وأبغى أنا جودتي ثابتة. إذا بكرة قدرت أني أنا ممكن أسوي، طبعا معلومه يلا يلا والله اقنعتها تعلن. تقول ما ابغى اعلن. قلت لها بقى انا قلت ولا تجيب اسمي ولا لي علاقه في الموضوع. قلت لها طيب اوكي. فقلت لها حتى الشركات الناجحه لازم تستمر بالاعلان. طبعا كونسبتها وش فكرتها؟ عندنا مضغوط في البيت كويس اخذته، وعندنا سلطه في البيت كويسه مع المضغوط نحطها اخذتها، سمتها مضغوط بيتنا، يعني حتى الاسم ما تعبت فيه. اشترت محل جاهز، كان المحل والله اللي هي اخذتها تقول لي كان بيفتح بعد 4 شهور، تقول لي لقيت محل يخلصون اشياءهم، قلت تعالوا بشتري محلكم. اشترت محلهم، غيرت الاسم وطلعت الهويه. وش تتوقعون تنجح ولا لا؟ طبعا النطازج ويذبح يوميا، والسعر تقريبا 22 ريال النص الدجاجه مع الرز وسلطه البيت، هذا هو المنيو انتهى بس. طبعا ما أتوقع تدخل التطبيقات، لأن هي قالت إني ماني بداخل التطبيقات، لأن التطبيقات بيرتفع السعر في التطبيقات. طبعاً فيها في تعليق بسيط. طبعاً قبل الافتتاح كانت رافضة أن أحد يساوي إعلان من 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 إخوانها يعني. إيه. فما قصر أبو محمد، أقنعها بدرجة كبيرة. ليش؟ أول حاجة في المنتج اللي عندنا منتج ذو جودة عالية، يعني اشتغلنا على الجودة فيه بشكل ما هو طبيعي. النقطة الثانية، استمر البحث في مسألة الدجاج بس فترة طويلة، نحن نجيب شركة تورد يومياً ودجاج طازج ويذبح في نفس اليوم اللي يحضر عندنا. هذه كانت عوامل مهمة جداً نحن نثبت موضوع الجودة. تعليق اللحم، اللحم يمكن السوق في بعض الموردين يلعب في موضوع اللحم او يكون في تجاوزات، يكون في تلاعب في اللحم، في تلاعب في اللحم وتجاوز فيه. يعني مالكة البراند كان عندها خط احمر موضوع اللحم انه يدخل، الى نوصل الى مرحله ان احنا نجهز دراساتنا امورنا ونقول خلاص موضوع اللحم في وجينا، احنا كاداره خلاص ندخل فيه وما يصير الا اللي يسر العميل عندنا. الآن خلاص بإذن الله يمكن اشتغلنا على دراسة معينة، وبإذن الله قديه على طاولة الدراسة الحين عندها، وبإذن الله ننطلق. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب أخوي حسين، سمعنا عن حالات تسمم في أغلب المطاعم أو مطعم معين الفترة اللي راحت. سؤالي، هل مطاعم الرز آمنة من ناحية ال أول شيء ما حنستخدم المايونيز مع المضغوط، لكن الحمد لله يعني ترى إحنا في نعمة عظيمة. ترى الإجراءات السلام اللي تتخذها الجهات الحكومية عندنا تراها بشكل صارم على أصحاب مطاعم. صحيح. يعني نتكلم بالعامية، أنت في البيت بتقطع بسكين الخضار والدجاج بسكين واحدة، لا ترى في المطاعم مختلف تماما، مكسومة ومعزولة، وهذه لها سكين وهذه لها إجراءات ولها إيه. فالإجراءات عندنا مرة طيب. يعني قوية إلى درجة أنك تأمن أنت أنك بتأكل. فلذلك آلاف المطاعم في الرياض إذا سمعنا حالة ولا حالتين في تحصل حتى في البيوت. صح.
فالامور طيبه وابد المضغوط ما يجي منه شيء ابد. اهم شيء ما في مايونيز. لا لا هذا المايونيز. طيب اخوي حسين ذكر يزيد انه اللحم ما راح يدخل، وقلت انت الان انه مطروح على طاوله النقاش او التفاوض ان اللحم قادم باذن الله. اللحم في البدايه كان العرقله الوحيده اللي هو تلاعب بعض الموردين. حلو. كيف الا اذا اوجدنا احنا كاداره حل، شغالين على حلول، شغالين على خطط ان احنا نوصل الى مرحله الجوده العاليه اللي تضمن رضا العميل عندنا. طبعا العميل عندنا مهم جدا، لذلك ترى ما نلتفت احنا لموضوع الربحيه بقدر ما نلتفت لموضوع الجوده. لذلك ترى يعني عندنا الجوده 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 بعدين الربحيه. حلو. فتفكيرنا في الجوده ترى عالي جدا مهما كان. يعني في براند مثلا اخر، وخلنا نتكلم صراحه، ساين خسران الى الان لكن مستوى الجوده عنده عالي، محافظين على الجوده، امد الربحيه بعيد قريب. لذلك حنا في نفس النهج، عندنا الجوده مهما كان. طيب ثبات الجوده هو سر نجاح مضغوط بيتنا، نشوفها كل اسبوعين فاتح فرع، كل اسبوعين فاتح، لو ما في تقبل من العميل كانوا واقفين. طيب موضوع اللحم، احب في تعليق مني انا بسيط، من ضمن الحلول ما ادري فكرتوا فيه ولا لا، ليه ما يكون انتم اللي واقفين عليه ذبائح تشترونها انتم، يكون في مستودع لكم انتم، يكون الذبح باشرافكم انتم، ذبائح محليه. هنا انا اتوقع انه بيكون، شوف المساله ما هي مساله احنا نوفر بس الحشو ولا نوفر الملحمه ولا لا، في ابعاد ثانيه وتفاصيل داخليه حتى تختص بالسلامه بالامور باشياء كثيره. فلو مساله واقفه على توفير حشو انا بوفر من بكره، لكن لا في تفاصيل وديتيلز داخليه ما يعني ما يطول نقاش فيها. احنا نظرتنا للموضوع سطحي شوي ترى. لا 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 لا, لا, لا لا ابين لك بعض النقاط، في تفاصيل داخليه ترى متعبه مره. طيب طبعا يا جماعه الصوص عندهم صوص اسمه صلصه بيتنا، سلطه بيتنا بكم تبيعونها؟ سعرها ب7 ريال. ب7 ريال كذا؟ انا من الناس اللي جربت صلصه ب7 ريال، نبي نفهم هي كذا 150 جرام. حلو، بس ليش ب7 ريال؟ هي تجي بريالين دايم بريال، ابى اعرف ليش السعر هذا. توضيح اللي هو ال 20 او ال 30 جرام اللي بريال ريالين. إيه؟ لكن سلطه بيتنا ما هي اي سلطه، سلطه وبعيد انها سلطه، انها صلصه خاصه، الا ان السلطه حقت بيتنا طريقه تقديمها يعني بشكل مختلف عن كل السلطات، تمر بثلاث مراحل في الاعداد في المعمل المركزي، بعدين لها اعداد ثاني على مناطق بارده، بعدين تطلع العميل اللي هو يفكر ان السلطه بس احنا نفرم ونطلع، لا في تفاصيل. طريقه السلطه ابيها، طريقه السلطه مو بطريقتها انت بنطلع على طول. لا انا كذا على طول. لا قلت تخيلوا يحضرونها في 9 ساعات يا جماعه، يصل تجهيزها لتسع ساعات. 9 ساعات طبخ مختصه في مطعمكم انت كل مراحلها. حلو، الى ان تطلع للعميل. طيب وش تنصح رواد العمل، يعني الشباب اللي عنده فكره بيطرحها في السوق، بيدخل بمنتج جديد، ببراند جديد، مطعم جديد؟ شوف يا طويل العمر السلامة، يمكن هذه رسالة أوصلها، التريث صح، الإقدام والدخول في السوق إنه يبغى له جسارة، لكن الوقت الحالي لا، أنا أشوف إنه دراسة 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 بعدين تدخل مجال ريادة الأعمال أو إنك تدخل البزنس بشكل عام. ما تدخل إلا دارس. أنا ترى ما أحب مصطلح ريادة الأعمال، رائد العمل، لا لا لا، أنت من البداية تعتبر رجل أعمال، وأنت من البداية تعتبر في السوق. فإنك تدرس الموضوع بعدة جوانب، ترى ما هو بس إنه جانب البزنس، تأخذه من الجانب العائلي، تأخذه من الجانب الاجتماعي، تأخذ من عدة جوانب كاملة، إذا يعني تعرف هل أنت شخص إنك تتواجه ولا لا. الاستشارة ما استشار ما خاب من استشار، هذه نقطة. فلذلك في البداية إنك تسأل مع قانوني وتجلس لو معلومات بسيطة، لأنك اليوم إذا أنت وجهت لهذه المرحلة تراك أنت راح تواجه مئات الأشياء في طريقك. البعض يحسب أنها بس باب وتفتح وتدخل، لا، فيه وراه سيناريوهات كثيرة مرة. هذا من باب على منطقة ريادة الأعمال. طيب وش تعلمت أخوي حسين من العمل مع الراجحي أو عائلة الراجحي؟ والله شوف يا طويل العمر السلامة، شو اللي اكتسبت من العمل معه؟ الاكتساب المهم
عندهم اللي اكتسبتنا ولله الحمد، التمكين، خلنا أعطيك مصطلح يمكن أشوفه أنا، أن العميل عندهم بشكل مهم أبدأ من أي شيء ثاني. صح الكل يبحث عن الربحية ومستوى الربحية، في بعضهم أنا أعطيك إياه الآن يفكر بالربح بعد 15 ساعة، وفي بعضهم يفكر بالربح بعد 15 سنة. صح. لكن في مقاييس في مقاييس، أنا لو تسألني أنا أقول مع 15 ساعة يأخذها بعد 15 ساعة، لكن لا، في بال طويل إنه يبني ويأسس منظومة متكاملة، العميل فيها أولا من ناحية الجودة. وترى المنتج وأغلب منتجات القطاع اللي حنا فيه الحمد لله تفوق جودتها الجودة العالية. يعني بيجيني واحد يقول لا أن أي براند يفتحون الرواجح أنه يزبط، لا لا، أشوف أنه عكس ذلك. يعني أي براند المنتج فيه جودته عالية مع اسم الراجحي والتسويق اللي فيه هو راح ينطلق بإذن الله. طيب حنا نشوف كافيهات درايف ثرو، صح؟ شيء بديهي، بس مطعم رز مضغوط بيتنا درايف ثرو، هذه الخدمة، هذا الفرع تم افتتاحه على نسب مالك في الرياض، على نسب مالك، على نسب مالك. العميل صار يبحث عن سرعة، والحمد لله يمكن احنا اصحاب السبق احنا نفتح درايف ثرو مضغوط، انك توقف درايف ثرو خلال دقيقتين ما اخذ مضغوطك وماشي، فالحمد لله يعني ربي كتب لنا توفيق. نجاح التجربة هذه جعلتنا احنا الآن على وشك نفتح الفرع الثاني درايف ثرو. حلو، في الرياض. الله تبارك الله، الحمد لله. أنا ودي أوقف أخذ من درايف ثرو أسرع لي من أبد، وقت الحرارة 45 ما عاد أصلا، أسرع لك أنك توقف عند مطعم وتنزل وتأخذ، لا أسهل لك. بالضبط، الفرع هذا درايف ثرو على نسب مالك، صح؟ على نسب مالك، مضغوط بيتنا. مضغوط بيتنا. حلو. طيب معادلة السعر بالجودة ترى موضوع صعب جدا، واللي دخل السوق يعرف أنك تعادل بين سعرك وربحك وثبات جودتك. يمكن في المنظومة اللي أنا فيها الجودة عندنا أبدأ من الربحية، ولو كانت الربحية بسيطة. أنا استشهدت لك بساين إنهم الآن باقي في مرحلة الخسارة، ولذلك ثبات المنتج عندهم بالعكس إنهم شغالين في تطويره وأموره مهما كلف، بس الاستفادة استراتيجيتهم يمكن بعيدة المدى، فما يمنع عندنا. يعني خلنا نتكلم بشكل يعني مبسط، نستقتل من أجل الجودة في مضغوط بيتنا. والربح على المدى الطويل ما يهم، يمكن الأرباح تجي اليوم يمكن بكرة، لكن عندنا حد أو عندنا خط معين اللي هو الجودة، لابد أن احنا نكون ثابتين عندها إذا ما ارتفعنا. لذلك مضغوط بيتنا تميز أنه دجاج طازج ويذبح يوميا، الأرز من أفخر أنواع الأرز اللي تستخدم في السوق السعودي، الفريق جودة عالي، فريق تشغيلي عالي، اللهم لك الحمد. هذا اللي جعل مضغوط بيتنا إنها في خلال فترة وجيدة، وخلال كل أسبوعين إحنا نفتح فرع وننتشر لهذا الانتشار. ما شاء الله تبارك الله. طيب في سؤال بس أدري خلني أسأله. أبد. كنا يدور في بالك كثير اللي يشوفونه يمكن العيال. هل نجاح البراند مضغوط بيتنا لو فتحها شخص من الأشخاص وبنفس المعايير ونفس كل شيء، هل نجاحه مضمون أو عشانه من عائلة الراجحي ودعمهم؟ أنا أشوف يا طويل العمر السلامة الآن في براندات في السوق وناجحة نفس المجال، ويمكن مجالات أخرى ولا تقيدت باسم، لكن اللي جعل مضغوط بيتنا وعيد وكرر جودة المنتج مع وجود اسم الراجحي أنه يدعم تسويقيا وبقوة ويعطيك انتشار أعلى، هذا اللي جعل عوامل النجاح في مضغوط بيتنا عالية. لذلك النقطة اللي بين قوسين نجاح مضغوط بيتنا جودة المنتج، مش والمنتج بتجربونه اليوم إن شاء الله، لو عشيكم ذا اليوم بتذوقون إن شاء الله بإذن الله. يعني ما له علاقة أنه من عائلة الراجحي؟ لا لا، أنا أشوف بوجهة نظري ما له علاقة. طيب نبي قصص من خلف الكواليس، نجاح افتتاح فروع، بداية البراند، مواقف. والله في قصص يعني طبيعي انك تواجه. يعني في موقف من المواقف حصل في فرع من الفروع، طبعا بالعاميه انت لو عندك حتى لو قطعه قماش ما عاد تبغاها بتمسح بها، تستخدمها في استخدام ثاني. عندنا قدر من القدور خربان، قام واحد من الموظفين واستخدم انه يعبيه مويه ويمشي بها. لو شافه زبون كان احنا نطبخ فيها ونحن نسوي فيها. طبعا انا كدوري كاداري وكوجودي في هذا المكان
يتخذ أي إجراء في هذا الشخص، وصل أن الإجراء أنه يكون لطي قيد هذا الموظف. طبعا تدخلت مالكة البراند في نفس اليوم بإرجاع الموظف، وهذولا منا وفينا وهذا أساس براندنا، ويمكن الواحد يجهل في بعض النقاط. فلذلك ليش استشهد هذا الموقف؟ إجراءاتنا الداخلية قوية مرة من ناحية السلامة، من ناحية مهما كان الخطأ حنا نحافظ على أدق التفاصيل. فريق جودتنا منتشر في كل الفروع، الحمد لله اليوم منتج تأكله في الحمراء، تأكله في الملك فهد نفس الصحافة، تأكله في الرمال، تروح لبن نفس المنتج اللي في بيت أهل يزيد الراجحين. ما شاء الله تبارك الله. خلنا نستقبل منكم أسئلة. سامي جبر، في ملاحظة شفت مضغوط بيتنا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بعض المطاعم ما تشوف الخلف الكواليس، يعني ما تشوف الأكل وكيف يطبخ وكيف، شفت مضغوط بيتنا كل شيء مكشوف قزاز، يعني تلقيه قزاز ويطبخون قدامك ويضبطون قدامك، فالشيء هذا شيء طيب. جربته جبر؟ إيه والله جربته أكثر من مرة. أعطني تجربة. أنا عميل لهم بدون مجاملة. بدون مجاملة، أنا شفت الأصداء وشفت الإعلانات عن مضغوط بيتنا، في يوم من الأيام قلت بتغدى فيه. يعلم الله مو مجاملة ولا عشانه موجود، إنه من المطاعم اللي صار روتين. بالعافية. يعني تحس لا من سعر أكل بيت ولا؟ والله إنه أكل بيت، أكل نظيف، تعرف تعرف اللي تأكل وأنت مرتاح، تدري إن الأكل هذا من مجهز ومن نظيف. مضغوط بيتنا صار روتين، صار من المطاعم اللي إذا رحت له ما تخاف إنك تطلع منها وإنك بطنك يعورك ولا. ما شاء الله تبارك الرحمن، صار روتين عندك. بس نعم. طيب في ملاحظة تعقيبا على كلامك، جميع مراحل التشغيل في مضغوط بيتنا تتم أمام العميل، ما عدا مرحلة اللي مرحلة الغسيل، فلذلك أي نعم طبيعي. لكن طيب جميع مراحل كلها تتم أمام العميل. جابر عندي ملاحظة، في ترى ميزة حلوة أنا اكتشفتها مضغوط بيتنا من خلال الحوار، بس أكلكم ما يسمن. لا الحمد لله. اي شوف جابر ما وين مضغوط بيتنا هذا وانا اعمل لهم كل براندات الراجح، ترى الاكل الزين ما يسمن، ما عليك. ترى ميزه اكتشفتها الحين ان مضغوط بيتنا ما يسمن يا اخوان مهما اكلت منه. طيب انا في ملاحظه بسيطه، المضغوط بيتنا مسمى بيتنا، انا قبل سنه ونص او سنه وسبع شهور كانت عندي فكره أني أفتح لي فود ترك شاهي، والشاهي هذا كنا نسويه في البيت، والوالدة الله يخليها لي كانت تفنن في الشاهي. فيعلم الله أنه مو علشان المضغوط بيتنا أني كنت ناوي أسمي الشاهي شاهي بيتنا، يعلم الله، وأني علمت الشباب وقد ضبطت اللوجو. فبعد فترة طلع المطعم مضغوط بيتنا. طيب عادي، الفكرة اللي عادي تفكر فيها يفكر فيها 40 والله صادق. سو اتفاق معهم، انت غدا في مضغوط بيتنا وانت قهوة شاهي بيتنا. ففتحت أنا محل شاهي بمسمى شاهي رذاذ. ما شاء الله. اي نعم، فاللهم لك الحمد، اللي عند الراجحي كأنه عندنا ما يحتاج، كلنا واحد ان شاء الله. في أسئلة يا جماعة الخير، تعليقات؟ مني منكم قد جرب غير جبر؟ أسلم عندكم. والله انا قد جربت اللي في الحمراء، في الحمراء والله ورا الدواء عزال، انا ما مر ظني يوم الا تغدينا فيه. بالعافية. ما شاء الله تبارك الله. والله بالعافيه، الله يجعل ربي يوفقنا وياكم. اذا ولع برج الخرج احمر ترى مضغوط بيتنا عندكم ابد، ان شاء الله نولع السعوديه كلها احمر باذن الله. باذن الواحد الاحد بنجربه بعد شوي. على طاري بنولع السعوديه كلها، هل بنشوف مضغوط بيتنا خارج المملكه العربيه السعوديه مثل هاف مليون مثلا؟ بإذن الله حنا نستهدف الحين، ما زال السوق يستوعب مضغوط بيتنا حاضر، فلذلك خطتنا اليوم نحن انتشارنا يكون في الرياض، لأن نتوجه على مناطق أخرى إذا حصلت الفرصة نحن نكون خارج المملكة، بالعكس يشرفنا ذلك. والحمد لله حنا في ظل قيادة تدعم صنع في السعودية، وبالعكس نتشرف نحن نكون برا السعودية بإذن الله. يعني بيكون في توسع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ما دام السوق ما يتحمل فمضغوط بيتنا موجود. طيب ان شاء الله اشوف فرع في الشانزليزيه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب ابي قصه اخوي حسين، ابي اسرع فرع افتتحتوه وليش؟ اسرع فرع تم اختياره يمكن
قبل صلاة الفجر اجتمعنا احنا وصاحب المحل وتم الاتفاق الساعة 8 بدأ الفريق 7 أيام والمطعم مفتوح. في 7 أيام؟ 7 أيام بكامل عمال تدريبهم الكامل وكأنهم فرع له 3 شهور أو 6 شهور من التشغيل الحمد لله. هل فيه إدارة مخاطر في الشركة؟ لأن يشوفكم ما شاء الله عليكم مقدمين بزيادة يعني 7 أيام فرع تجهيز ما خفتوا؟ لا لا تنوع الإدارات عندنا اللهم لك الحمد هو اللي يعطي القوة في الانتشار وفي الثبات. تتكلم عن القطاع التشغيلي، تتكلم عن القطاع الإنشائي والمشاريع، تتكلم عن قطاع الصيانة ما بعد الافتتاح، تتكلم عن التدريب، تتكلم عن أهم قطاع عندنا اللي هو قطاع الجودة متابعة المنتج. فريق كامل يتابع المنتج ويتابع جودة المنتج. ناهيك أن أقصد دخول السوق أن كل فروعنا الآن ترى الأطباق اللي تحضر فيه كلها طالعة من معمل مرتب يقدم المنتج من ناحية السلطات كل الفروع كاملة بأعلى معايير الجودة بنفس الطعم بنفس الطعم بنفس كل شيء الحمد لله. يعني دخولكم السوق هذا إن شاء الله نقول مدروس حتى لو أنه كان في 7 أيام. لا لا أكيد عندنا 7 أيام ولا 20 يوم بإذن الله مضغوط بيتنا أنه يرضي وبالجودة اللي يتمناها العميل وأكثر. طيب العمالة أو الفريق العمل داخل المطعم هل يكون له تدريب خاص بنفس النكهة بنفس يعني قبل ما يبدأ الشغل؟ في بروسس عالي يمشي عليه فريق التشغيل اللي منبثق منه قطاع التدريب وماشيين على هذا البروسس كامل يعني شغالين كم بأدق التفاصيل. كم مدة تدريبهم تقريبا؟ والله أصدمك يمكن ما يتجاوز العامل عندنا أو الموظف 7 إلى 8 أيام وهو متقن ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. نقدر نقول أنه مضغوط بيتنا أسر منتجة ولكن طلعت للسوق. لا لأن الفكرة طلعت من بيت المنتج كان في بيت بالضبط وطلع بعيد الأسر منتجة يمكن فيها تجارب فيها أمور لكن لا مضغوط بيتنا انتشار الحمد لله لقى بعض الأسس ولقى فريق عمل كويس. أنا يوم أنعرض علي نحن نجي ونشوف المنتج كان عندي شرط أني أذوق المنتج ذقت المنتج عرفت خلاص في منتج قادم الحمد لله حلو وبعدها انطلقنا. طيب فيه حاجة معلومة عرفتها عنكم أنتم ما تأخذون محل وتجهزونه تجهيز كامل أنتم تستهدفون الفروع اللي للتقبيل أو اللي كادت أن تسقط تأخذونها وهذه يمكن أستشهد بها أبو محمد في إعلانها أستاذ يزيد في إعلانها عن الفرع الأول كان الفرع الأول وجدت مالكة البراند فرع جاهز وخلاص شباب يفتحون جاهزين قدورهم موجودة في المحل يعني خلاص ناوي تم التفاوض معهم وتم تغيير الاسم بعض التعديلات وانطلقنا فكانت السياسة اللي حنا نمشي عليها سواء إنه تقبيل وسواء في فروع لا إنشائيا مثل الدرايف ثرو مثل طبعا عندنا 3 نماذج في مضغوط بيتنا عندنا النموذج العادي ممكن نفس المحل الحمراء اللي هو المحلي والسفري العادي عندنا النموذج فرع واحد في الرياض اللي هو التكاويه طلبات سفري بس وهذا فرع النخيل عندنا النموذج الثالث اللي يشملها كلها درايف ثرو ومحلي وسفري مثل أنس بن مالك عفوا أنس سفري ودرايف ثرو الفرع الجديد اللي في العرض يجمع كل هذه الثلاث ما بين السفري والمحلي والدرايف ثرو. حلو ما شاء الله تبارك الله أنا تشفقت صراحة أني نقوم نتعشى الحين إن شاء الله ونعطي آرانا على الهواء بدون أي مجاملة يا أخوان سم اخونا الغالي هل المطعم راح يعني يتطور ما يعني ما هو محصور على المضغوط فقط المضبي الاكلات الثانيه التنوع بيكون التنوع ان شاء الله في المضغوط نفسه المضغوط لكن حاليا راضين احنا بمنتجنا الحمد لله ولذلك مستقرين على منتجنا وسر من اسباب النجاح ثبات جوده منتجنا وعلى المنتج الواحد في المنيو اللحم لا باقي ما بعد حطيتوا لحم احنا خلصنا الدراسات اللي كانت تطلبها مالكة البراند وكل الأسس اللي كانت حاطة يمكن ملاحظات عليها انها تتجنبها عشان جودة العميل والآن على طاولة مالكة البراند اللهم امين. حسن عندك كلام بس لا والله ما عندي قد جربت
لا والله ما قد جربته اليوم الحين بجربه وبقول الصدق والله الصدق. انا متاكد على مدح الشباب بالمنتج طبعا شوفوا في شرط احنا بنعشيكم بعد اذنك بنعشيكم بس في شرط اللي يعجبه العشاء يرفع سنابه ويسوي اعلان المضغوط بيته قيمة الاعلان العشاء يا الله يستاهلون اكثر لا لا مو يطلب كلكم ترفعون سنابات وكلنا ان شاء الله بيكون بيننا تعاون اصلا باذن الله الشباب ما شاء الله تبارك الله من الناس الجماهيريين في الساحه والله ونعم والله اني اتشرف اليوم اني معكم جابر حسن الزعيزعي والشيخ شيوخ كلهم مضغوط بيتنا من البراندات اللي اذا اعلنت عنه يزودك في الاعلام الله يطول والله اني اقوله صادق ويشرف الواحد اللي اعلن عنه واضح عندك ولاء انت قوي اكيد جدا نعم يبي له وجبات مجانيه ابد باذن الله ان شاء الله فرع جديد اني معكم باذن الله ابد الله يحييك الله يرفع قدرك الزعيزعي الشباب عندكم اسئله تعليقات ما شاء الله تبارك الرحمن والله منبهرين من الكلام اللي صاير كله والمنتج مع اني ما شفت لها يعني اعلانات قويه الا انه ما شاء الله داعس ايه قصدك بعض المنتجات ايه يدعس يكون هالإعلانات يكون 70% او 80% تسويق إيه؟ ما في مشهور ما يعلن عنه بس زعيزعي قصده انها اعلاناته قليله الا انه ضارب يعني فتح عندنا فرع ظاهر واحد ظهرنا واحد في الخرج رجل خرج ولع برج الخرج اي والله انه رجل خرج صدق والله صدق هذا معناه ان المنتج قوي اللهم لك الحمد ما احتاجوا يعني ما ميلوا للاعلانات ما جرب طب ما جرب الا جبر صح انا على كلام جبر والله قد ودي اجربه الحين بكره جربت انت زعيزعي مالك لو مضف جرب انا قد جربت وعلمت والله والله العظيم احس انه حمستونا على كلامكم والجوده والله هل بنشوفه في المحافظات في المناطق بنحضر ما عندنا كان اول خروج لنا كان محافظه الخرج وعندنا ان شاء الله محافظه مزاحميه بعد تركيزنا بيكون بشكل اكبر على منطقه الرياض في حال احنا غطينا منطقة الرياض مع منطقة الرياض كبيرة ولا تستوعب لكن بإذن الله احنا راح نوصل للرقم اللي يرضينا احنا في مضغوط بيتنا ونعرف احنا وصلنا لكل عميل بعدها ان شاء الله على باقي المناطق طيب الشيء اللي نشوفه انا متوقع انكم توصلون ان شاء الله بلحفر ما في الله يوفقكم ما في لا وحايل لا ما في باقي والله لازم تفتحون اذا واحد وفر لكم يعني مكان مجهز و خطتنا الحالية الرياض كامل إيه؟ بعدها راح يكون في توجه من الإدارة مجلس الإدارة أنهم يختارون المنطقة اللي نكون حنا فيها وحنا جاهزين أصلاً يعني في الرياض حالياً كم فرع تقريباً كم فرع في الرياض 17 الآن 19 الآن 9 مفتوحة في خدمة العميل وثمانية تحت الإنشاء ما شاء الله هذه منطقة الله يقويكم هذا دل الجودة الطيبة الله يسعدك أبد إيه بنت يقوم تعشى الحين وبإذن الله بيكون لهم فرع هنا بإذن الله في النسخة القادمة ما أدري الشباب قد نزلوا العشاء إيه قاعدين يجهزون العشاء الحين فأخوي حسين الله يبيض وجهك الله يسعدك صنع نهاية حلقة أنا باقي فيه الصوت الزين أنا لازم أسمع أبو حسن والله أنك ما رحت أقرب عندي لا أستحي عطني في 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 شيء في شيء مقطع انتشر لك اتوقع مصري مصري اي ركشه غنيت مصري صح ركشه هذا محمد داخل بندر انت لا مو بندر عطني من صوتك اللي عطنا الصوت زين هو راس المال هو ابشر بساعدك اصدمه بالمصري نزل له لخم جد احس من حبه مضغوط نزل لخم لك من اليوم اكثر من مره لكن اسلم اعطوه سبيكر يا اخوان مهندس الصوت طيب ليله زواجك والصيخ عليك يجيني لا يخليني انا ضيوفك اغديها واعشيها يا نور عيني طلبتك لا تبكيني عيوني يا دنات ما جاها يبكيها يا اجمل ايام عمري واجمل سنيني ايامي الباقيات الحزن غاشيها وسلامتك الله عليك ورحمه الله عليك ما
شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. اخوي حسين وصلنا لنهايه حلقتنا. الله يبيض وجهك. شكرا على قبول الدعوه. انا ممنون لك جدا جدا جدا, اعطيتني من وقتك. والله اني انا اللي سعيد والله بمقابل هذه الوجهه الغانيه. يستاهلون والله. يستاهلون اي والله. واللي اخذنا من وقتها ليله زواجك سمعتك غنيتها قبل فتره. ولا استاذنت مني. ما يحتاج اني استاذن. غنيتي. اسلم اسلم. ليله زواجك ولا ايه ايه يلا. وش السبب في عزلتك وانزعاجك اني اكون بخير انا ماني بخير قفى مطارك وما بقى عجاجك وش ترتجي من هالصدوف المقادير تبى خراجك يا حبيبي خراجك هو الذي بي غير الوضع تغيير تبى خراجك يا حبيبي خراجك هو الذي بغير الوضع تغيير وش السبب في عزلتك وانزعاجك اني اكون بخير انا ماني بخير كلمات فيصل بن هدلان واداء نواف السند بسم الله اخوي حسين مثل ما قلت لك ممنون جدا لحضورك. الله يسعدك. اعطيتني من وقتك. انا والله اضافه سعيد. لي واضافه للحلقه وفقره ماي بزنس. سعيد بشوفتكم. الله يطول عمرك. وصلنا لنهايه حلقتنا باذن الله. قوم ضيوفك على العشاء. ابد احنا ضيوفك احنا. لا انت رايح. لا مرة. ابد ابد. يلا خلنا نقوم نتعشى يا الربع. ابد ابغى رايكم بكل صراحه. مع اني مو يقن بيعجبكم باذن الله. باذن الله. الله يسعدكم. عشان اليوم يا الربع من مضغوط بيتنا. درنا على الصور تشرفنا وشرفت الله يكثر خيرك سعيد الله يسعد لك. والله انا شرفنا. لا الله يسعد لك. تفضل. ما شاء الله جيتك اليوم غالي علينا والله اني قلت صادق. الله يكرمكم ويكثر خيركم. Right.